تجديد ما بذمة العراق أو ما فرض على العراق جورا، لأن الرقم مبالغ به بالدرجة الأساس، هي حالة إيجابية لصالح الجانب العراقي، يدلل على أن العراق التزم بهذا الجانب، ويدلل على أن هناك رغبة عراقية حقيقية لأن يخرج ويخرج نفسه مما أدخل فيه بعد تسعينيات القرن المنصرم. ولكن المشكلة كما قال زميلي هي مجرد جزيئة ضمن مجموعة قرارات هي أكبر بكثير من موضوع التعويضات. ثم أن علينا أن نعي جيدا أن في القرارات الأممية فقرة تقول رفع الإعصار بشكل كامل، وأن التزم العراق بكل ما يلتزم أن يؤخذ رأي الكويت في ذلك، وإضافة إلى بالتأكيد الآراء الدولية الفاعلة في الأمم المتحدة. إذن هناك حلقات كثيرة، وإن كانت هذه حلقة إيجابية، ولكن المشكلة الكبرى أن لا وزير الخارجية العراقي في الأمم المتحدة استغل الجو العام وطرح موضوع رغبة العراق أو مطالب العراق بإخراجه من الوصايا الأممية، ولا حتى تعليقات الرؤسات الثلاثة التي ذكرت في مقدمة البرنامج أن أحد منهم أشار إلى ضرورة إخراج العراق من الوصايا الدولية. إذن أنا في رأيي الشخصي كمتابع وكعارف جدا بالعملية السياسية وطبيعتها ومآلاتها وقناعاتها، لا أعتقد أن هناك رغبة عراقية أو هناك إجراء عراقي لاحق يذهب باتجاه استثمار هذه الإيجابية التي غنمها العراق من التسديدات، علما أن هناك ثلاثية ذكرتها أنا قبل قليل في أكثر من قناة وأكثر من تغريدة، أن ثلاثية اكتملت. أولا التعويضات عوضت، اثنين أن العراق ثبت لا أسلحة الدمار الشامل له وكذوبة الكبرى، ثلاثة أن العراق أصبح الآن ضحية للا أمن الإقليمي، وليس كما أدعى الأطراف الدولية أن العراق سبب الأمن الإقليمي. عليه ينبغي أن يخرج العراق كاملة من الوصايا الدولية، ولكن العراق لم يخرج من الوصايا الدولية في رأيي الشخصي، لأن الإرادة الأمريكية لا ترغب بذلك. الإرادة العراقية الحالية بآلياتها الحالية لا تملك القدرة أن تذهب بهذا الاتجاه. الكويت ذاته ليس له رغبة بأن يخرج العراق مما هو عليه. إذن أعتقد أن هذه الإيجابية لا تستغل كما ينبغي أن تستغل.